وفي ربيع العمر ترحل الزهور. هكذا غادرتنا الزميلة الإعلامية سالي فاضل على إثر حادث أليم أثناء توجهها لقضاء عطلة عيد رأس السنة في منزل والديها في مدينة جبلة. سالي خسارة، إزالة العيلة، شو تحكي لك؟ سالي تطور، الله يصبر القلب أمي عليها، لأنه هي زهرة البيت وزهرة العائلة كلها. الله يرحمها سالي، فينا بنحكي إلا هيك. سالي الحنون، القلب الطيب، بتحب الفقير، بتحب الصغير، بتحب الكبير، معطاءة لقبل بتمها مولا لها، معطاءة لكل الناس. سالي ما إلى مثيل، لا تتكرر سالي، لا تتكرر، يا ريت أنا فدح سالي. ما فيني بحكي لك عن طيبتها، عن معاملتها معنا، عن يعني أول ما تجي من الشام تحاكينا فورا يلا بدنا نجتمع، كانت كتير حدا طيب، حدا منيح، ما فيك تذكر غير بالخير، ما سارع غير الخير، يعني أنتوا رفعتها بالشغل وعم تحكيك، فما بالك نحن أهلها. رحلت سالي الزميلة الإعلامية والمراسلة الحربية، وقبل كل ذلك الإنسانة الطيبة التي ما زال عبق رائحتها يفوح في أعمالها الإنسانية أينما حلت. سالي والله كانت شمعة، تلامي شمعة بالبيت، وجاي تعيد أهلها، فالحمد لله يعني شو أحكي، فأحيانا الصمت أبلغ شيء. كانت تتعامل معها كثير كثير مع الأولاد، كثير تعيد الأولاد، والله كان جيب لنا غرام كثير أدمي مع كل إخواتي، يعني أنا وخيي كان كثير كويسي معنا، ترامي حبابي، مهذبي، حنوني، يعني وطني كثير، وتحب الوطن، يعني بقول لك الله يرحمه. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. بتذكر سالي قعداتها الحلوة اللي كانت تقعدها لكل لياتها، ما بتطفي على القعدة إلا الضحكة والابتسامة والفرح، كانت تعني للكل سالي، كانت سالي إنسانة طيبة بكل معنى الكلمة. وطموح سالي ما كان بيوقف انه تموت على الطريق، كان جاي تسهر وتستمتع وتمتع كل شيء حواليها، بس الله ما كتب نصيب لا لأهلها ولا لإلنا فيها. الله يرحمها الرحمن الرحيم. مهنة المتاعب التي اتخذتها سالي عهدا على ان تؤدي كل مهامها فيها على اكمل وجه، فصانت عهدها وكانت انموذجا ومثلا لكل شاب وفتاة سورية بأن الإخلاص بالعمل يبقى حتى بعد الممات. تغادرنا الزميلة الإعلامية سالي فاضل، تغادر دار الفناء إلى دار الحق، ولكنها تركت أثرا طيبا في قلوب وعقول كل من عرفها ومهما طال من الزمن.